مكملين معكم مشاهدينا، وصلنا لآخر فقراتنا لليوم لنخصها بعالم الطفولة، وخصوصا رح نحكي عن فئة من الأطفال اللي بيشكلوا حالة جمالية فريدة. التوأم اليوم سواء كان حقيقي أو كاذب بيشكل حالة خاصة فريدة من نوعها، لكن اليوم تربية الطفل بتتطلب مجهود كتير كبير من الأهل وخصوصا الأم، كيف إذا كانوا توأم؟ لكن كتير بنشوفهم نحن حلوين بالبيت يا هايدي. أكيد يا ليلى، يعني قد بيقولوا بيخلق من الشبه 40، ونحن يمكن بندور على هذا الشبيه، فكيف اذا كان اليوم موجود ضمن البيت يكون توأمك، مثل تفكيرك، مثل لبسك، مثل تصرفاتك، يعني رغم جماليه هذا الموضوع الا انه يمكن يكون سبب صعوبه اليوم للتعامل مع هذول الفئه من الاطفال، خصوصا اذا كانوا مختلفين ذكر وانثى، كل واحد بده طريقه تربيه، او اذا كانوا يمكن الظروف الماديه الصعبه. رح نجاوب اليوم على استفسارات كثيره بخصوص هذا الموضوع، هل ممكن فعلا إذا كان حدا من هذول التوأم مزعوج أو زعلان ممكن يحس فيه الثاني، أو ممكن يتبادلوا الأدوار؟ اليوم نحن نوضح كثير تفاصيل مع ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستديو، الاستشارية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا يا رندا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. مثل ما كنا عم نحكي، يعني إحنا بنشوف التوأم من بعيد بنقول كثير حلوين، لكن اليوم في معاناة عند الأهل، بس بداية نحكي لنا عن التوأم وخصوصيته اليوم بالبيت. هلا مثل ما ذكرتي، التوأم او ممكن يكون حقيقي او غير حقيقي، ممكن يكون بنت وصبي او ممكن بنتين او صبيين. هلا هون بتختلف مثل ما ذكرتوا الصعوبات اللي ممكن يواجهها، خصوصي اذا الام في مين يساعدها بالتربيه، فما بالك لما بيكونوا اخوه بيكون في صعوبات، لما بيكون في فرق العمر قريب بيناتهم. صحيح. كيف ما يكون توأم من نفس العمر وبنفس الصفات اللي بيكونوا كثير متشابهين بصفات كتير واضحة، هذا غير الوراثة بتلعب دور كتير كبير، البيئة والتنشئة الأسرية اللي بتكون نفسها. مع هيك نحن ممكن نفرق شوية فروقات بين التوأم بتكوين الشخصية. تمام. اللي في سمات بتكون بتخلق خلقة مثل الطبع، فهو بيكون خلص موجود مع الطفل من الولادة، ممكن نلاقي شوية اختلافات بهذا الجانب، ولكن بيكون دائما في تشابه أكبر، هذا اللي بيعطي الصعوبة. أنه أنت دائما تعملي هذا التوازن بين شخصين، بين طفلين لازم ياخذوا نفس الدرجة من الاهتمام او من طريقه التعامل. يعني رغم انه النعمه كبيره، ولكن يمكن تجربه كثير صعبه اليوم ممكن تتعامل معها اي اسره عندها توأم. رندا، خلينا نحكي اليوم، نوضح عن المشاعر والسلوكيات، لاي درجه ممكن تتشابه فعلا في حال كانوا التوأم حقيقيين او كاذبين؟ هون مثل ما ذكرنا طبيعه التربيه اللي بيكونوا دائما مع بعضهم، دائما بيلبسوا نفس الثياب، دائما بياكلوا نفس الاكل، دائما بيكونوا بنفس المكان، بيروحوا سوا على الروضه بنفس الصف، هذا التلاصق اللي بيكون موجود بالحياه هذا بيعطي بتكون تقريبا حتى مو بس بالشكل متشابهين، حتى بمشاعرهم، فهنا بيكون في عندهم تشابه بطريقه الشعور ببعض، بطريقه، يعني هذا الشيء حقيقي تماما. هو موجود بدرجه كثير كبيره طول ما كانت موجوده التنشئه الاسريه اللي هي ما بتفصل بين التوأم بطريقه صحيه. فلما بيكونوا كثير متلاصقين نحن بنلاقي هذا الشعور وبنلاقي هذا التخاطر. ولكن هو بيوجد بدرجة ما لا سيئة، بالعكس هي شغلة كتير إيجابية تكون موجودة بين الأخوة، ونحن مو بس بنلاقيها بدرجة أعلى شوي بين التوأم، ولكن بنشوفها بين الأخوة كمان، حسب ما، لأنه نحن كتير بنشوف أخوة بتربوا كأنهم توأم، بيكون فرق العمر تماما، ولكن نحن بنشوفها عند التوأم بدرجة أكبر. في كثير تجارب بتقول انه مثلا اذا فصلنا التوأم كل واحد بتنشئه او ببيت او في عمر معين لازم نفصلهم رندا؟ هلا انا بشوف دائما لازم يكون الفصل الصحي من الولاده، ولكن بطريقه امنه، يعني يكون الفصل بطريقه اللبس، تكون الفصل بطريقه الالوان اللي بيستخدموها. هذا الفصل، اللعبه اللي بيلعبوها مو ضروري الاثنين يلعبوا بنفس اللعبه او تكون متشابهه، تكون في شويه اختلاف ويتبادلوا، هون نحن بنحقق درجه اعلى بالاستقلاليه وبانه نفصلهم عن بعضهم ككائن، وبنفس الوقت بضل هذا التلاصق بالمشاعر موجود، انه انا حخلص من لعبتي وعيرك اياها، فهذا بضله متواجد ولكن بطريقه صحيه وامنه اكثر. هل اليوم التقارب الكبير بين التوائم ممكن انه يشكل لهم حاله نفسيه معينه؟
تمام. هلا نحن اغلب الحالات اللي عم نشوفها بين التوأم هي العند، بنلاقي الطفل دائما بدله معند لانه ما اخذ لاخوه. ايوه عنده اياه. فهون بيظهر عندنا سلوكيات عند الاطفال فيها بتبلش تصير مزعجه للاهل، خصوصي بالفتره العمريه بالثلاث سنين والاربع سنين، بتلاقي عنيد، بتلاقيه فورا اذا بده شيء قعد بالارض ما عاد يقوم مثلا غير ليصير اللي بده اياه، او صار يبكي بطريقه مستفزه. هاي السلوكيات اللي بتعطي مؤشرات العند هي بتخليكي بصير اخوه بقلده. فنحن بصير كمان في عدوى وفي تلاصق بطريقه السلوكيات السلبيه بين التوأم. بنلاقيها بدرجه اكبر، برجع وبكرر انه نحن ممكن كثير نلاقيها بين الاخوه وهي موجوده من الاخوه، ولكن التوأم بيكون موجود بدرجه مبالغ فيها اكثر او بدرجه اعلى. فدائما نحن هون بنشوف هاي السلوكيات المعطله احيانا للحياه بتخلينا نحن ننصح الام انه ما عليه، انت وقت بتقيمي سلوك بتقومي سلوك طفل واحد فهو كمان بالعدوى حينعدى التوأم. تمام. ويمكن سبب هي السلوكيات اليوم العائله، الاجواء ضمن الاسره، يمكن بتلاقي بعض الاهالي يميزوا طفل عن الثاني، يهتموا فيه اكثر من اخوه، هذا الشيء ممكن يسبب حساسيه كبيره ونفور وايضا غيره. خلينا نوضح اليوم قد ايه مهم يكون في توازن اليوم بالتربيه ليعطوا الاهالي كل طفل اهتمامات واولويات. هلا السؤال المطروح اكثر شيء لما بيكون في حدا من خارج الاسره انه مين فلان ومين فلان، انه بيحاولوا بدهم يميزيهم او يسالوا الام انه انت بتقدري تميزي بينهم او انت بتقدري مثلا تعرفي. تماما. فهذا السؤال بيعطي شوي شعور للطفل حسب استغراب كمان. تماما. او بده يكون طفل خجول فهو ممكن يزعجه هذا الموضوع انه ليه انا ما عم تعرفوني مثلا، ليش بتعرفوا اخي، او يكون شوي مثل ما بنقول نحن انه قوي او شقي شوي، فهو ممكن يستغل هذا الموضوع ويعمل السلوك الغلط ويحطه بظهر اخوه. تماما. لكن هذا السؤال شائع، حتى يعني انا بدي اسالك عنه انه اليوم الام كيف بتقدر تميز لحتى يعني خصوصا بالمراحل الصغيره بيكون كثير في شبه كبير حتى لما بيكبروا، شو هي الشغلات اللي بتميزها اليوم الام؟ سبحان الله بيكون في على العشره والاحتكاك الملاصق دائما بين الام واطفالها، فهي بتقدر تميز بينهم باطباعهم. يعني في تفاصيل كثير بسيطه الطفل ما بتلاقي مثلا لك انا بحبهم كلهم، ولكن هذا الطفل مميز بطريقه تعامله معي او بطبعه، ممكن في شامه مثلا بوجهه او باي مكان، كان في كثير امور بتنتبه لها. تماما. هي ممكن الام هي بقى الدليل الغريب عليها انه هذا بيختلف عن هذا بكذا، ولكن احيانا لما بيكونوا متطابقين وما في اي شيء، يعني هي ما حتدور على الشامه لتعرف لتنادي له مثلا، ولكن هي بيكون في بطريقه الاطباع بنبره الصوت احيانا بتكون كثير تفاصيل دقيقه نحن ما بنقدر نميزها، ولكن هن بيقدروا سبحان الله الام والطفل بيقدروا يبنوا هاي العلاقه بينات بعضهم بطريقه مميزه. طيب خلينا نحكي عن التوأم اليوم بالمدرسه، عن مستوياتهم التعليميه، يعني فينا نقول انه التوأم بيكونوا عندهم نفس درجه الذكاء، ممكن يكونوا اثنيناتهم نفس المستوى التعليمي ام لا؟ هذا الشيء مو شرط، لا ممكن يكون طفل اشطر من الثاني عنده مستوى ذكاء اعلى. تماما. مو شرط ابدا، ممكن تلاقي طفل بيرمي على اخوه انه يساعده، فهو بيكون شوي اتكالي على اخوه. تماما. او يكون بالعكس بده يحاول هو يسبق على اخوه انه انا مميز اكثر، انه احفظوني انا اشطر من اخي. تمام. انا بنصح دائما الام انه تحاول تفصلهم، يعني خلص بكفي مثلا عم بيطلعوا بالاوتوكار او بالباص مثلا مع بعض، خلي كل حدا ولو من نفس العمر، لانه نحن هنا بنفس العمر فاجباري بنفس الفئه، انه انا حط كل حدا بشعبه ما يكونوا متلاصقين مع بعض، حتى مع اصدقائهم يكون في شيء مشترك، ولكن ما له هالشيء اللي بيعطيه السمه بالشخصيه. هون لما بيلعب الدور الصديق او الرفيق او البيئه المدرسيه بالصف مختلفه، هون بتبني الشخصيه لحتى اقدر افصلهم عن بعض، يكون كل طفل له كيانه، ما له مستقل، ما له اتكالي على الجزء الثاني اللي هو بيعتبره جزء ثاني او ملاصق له، لانه بالاخير كل حدا حيكون له اسره، كل حدا حيكون له طبيعه عمل مختلفه، رح بيكون لهم اجواء مختلفه، فمو صحي يكونوا متلاصقين بدرجه لما بدهم ينفصلوا بمجرى الحياه يسبب لهم مشكله. تمام. دائما بيقولوا انه التوأم الحقيقي بيشعروا ببعض، هل هذا الشيء صحيح؟ هلا حسب ما التجارب اللي مرينا فيها باطفال فعلا هن كثير بيشعروا ببعض،
وكثير بيقدروا يتحكموا بهذا الموضوع. يعني ممكن تلاقي اطفال صغار فورا انزعج او متضايق، بتلاقي مثلا اخوه طلع عليه حراره او شيء، يعني فعلا بتحسي بهذا الشيء انه فعلا موجود بيناتهم. بيجي حدا بيقول لك هي لان عدوى جايتهم للاثنين سوا، فممكن يكون هيك ممكن يكون هيك، ولكن حسب العمر الاكبر فنحن بنشوف لا بيقدروا يشعروا ببعض بطريقه ممكن يكون هذا موجود ملحوظة. عند التوأم الكاذب كمان؟ اي طبعا. نحن بيختلف بين خوفنا من التوأم الكاذب لما تكون صبي وبنت، انه لما نحن بيكونوا متلاصقين بهي الدرجه العاليه فنحن بنخاف انهم ياخذوا اطباع من بعضهم، فتلاقي الصبي اخذ صفات انثويه والبنت تاخذ تمام صفات ذكوريه من اخوها. لهيك كثير صحي انه نفصلهم عن بعض، كل واحد يكون في له كيانه له رفقاته. دائما نشتغل على مثل ما ذكرنا بالعمر القريب على الالوان على الثياب، انه هي للصبيان هي للبنات، هي اللعبه ما بصير تلعب فيها، هي لعبه البنات، انا راح اجيب لك سياره ولبنت تمام بنت مثلا. صح، بس هذا كثير صحي. بس يمكن للاسف رندا ما عم نشوف هذا الفصل بين التوأم، بتلاقيهم نفس الالوان ونفس اللبس وحتى يمكن نفس الاسماء يمكن تصدوا تكون قريبين على بعضهم اسماء. تمام. خلينا نحكي شو المشاكل اليوم يلي ممكن تواجه هدول الاطفال بالمجتمعات اليوم من وجهه نظرك؟ بالعمر الصغير هي انه بينعدوا من بعضهم بالسلوكيات السلبيه مثل ما ذكرنا بالعنب، ممكن يتكلوا على بعضهم بالدرس، حتى بالمهام اللي ممكن تتوكلهم بالبيت، يكون في بطريقه المشاعر لما بيشعروا ببعضهم فانا ممكن يعمل شويه ضغوطات للاهل وشويه مشاكل. بالعمر الاكبر بنلاقي في مرحلة عمرية بيكون كتير حلوة علاقتهم ببعضهم، بأول فترة المراهقة بتكون علاقتهم ببعضهم كتير لطيفة، ولكن نحن بنشوف بالفئة بقى من بين الطفولة ليقطع المراهقة بنلاقي شوية صعوبات بالفصل انه نقدر نفصلهم عن بعضهم دائما، خصوصي اذا لقينا في فروقات مثلا بالناحيه الدرسيه، يعني مثلا واحد شاطر الثاني علاماته شوي اقل، هاي المنافسه اللي بتكون ممزوجه مع محبه فبتعمل شويه ضغط للطفل انه انا كثير بحبه لاخي بس نفس الوقت هو اشطر مني، انا غيران منه او مضايقني هذا الشيء، هذا بيعمل ضغط للام، بيصير في شكوى دائمه من الطفل، بيضل في دائما معترض او دائما كئيب دائما حزين او دائما انفعاله سابق تفكيره، فهي التصرفات كلها نحن ممكن نواجهها بهي المرحله، هي اللي ممكن لبين ما يستقر الوضع بشكل عام. تمام. بختام حديثنا بدنا نتشكرك الاستشاريه الاجتماعيه رندا علي ديب على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبقيه نهار حلو لك. شكرا لكم، يسعد صباحكم.